عملاقة ولا الجديد اللي نزل في سنة 2018؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا. إن شاء الله بخير. ياكم سيد حسين، عالم أبل، تعلم على الآيفون. قبل لا نبتدي اضغط زر اللايك واشترك في القناة لك المشترك، وفعل زر الجرس حق يصل كل جديد. أخيرا يا شباب، جبنا لكم الآيباد برو 12.9 inch، واللون مثل ما تشوفون فضي غامق. أوكي يا شباب، طبعا الجهاز هذا سعته 1 تيرا. طبعا لا تسألني ليش انت ماخذ ال 1 تيرا، ليش مو ماخذ ال 512 او ال 256. انا حين بقول لكم الفرق داخل هذا الفيديو، خلوكم مع الانبوكسنج. مثل ما تشوفون شباب، هذه الايباد برو 12.9 انش. ليش اخذت 1 تيرا؟ طبعا يا شباب، اذا تاخذ ال 1 تيرا راح يكون عندك شلون اقول لك، اللي هو الذاكره العشوائيه راح تكون عندك 6 جيجا رام، بينما اذا اخذت 512 جي بي او 256 او 64 راح تكون الذاكره العشوائيه فيها 4 جيجا رام. وايضا المعالج راح يكون نفسه، بس اذا كنت انت ماخذ ال 1 تيرا راح يكون المعالج 8 انويه تيرا. لكن اذا اخذت ال 256 و 512 و 64 المعالج راح يكون 6 انوية، بينما هذا المعالج الخاص بال 1 تيرا 8 انوية. زي شباب، انطباعنا هذا الجهاز صراحة لحين ما واجهت فيه اي مشكلة، بس المشاكل اللي واجهتها يعني حاليا مشكلة، انا قصدي مشكلة من ناحية الاداء والدقة وكل شيء. طبعا ممتاز الجهاز، ممتاز 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 ممتاز، ما اعرف شلون يعني اعبر عليه. المشكلة الأولى إنه ما في 3D touch يا شباب، هذه أنا الشغلة أنا كنت أحارسها، بس طلع الآيباد ما في خاصية 3D touch. 3D touch هو عبارة عن إنك ضغطة قوية شوي عشان يطلع لك اختصارات للبرنامج. والمشكلة الثانية اللي واجهتها شباب، إن هذا شباب الـ USB Type C هو اللي شوي صارت إلي يا مشكلة. طبعا الشارج ماله جدا سريع وصاروخي، بس الوصلات اللي عندي قبل كلها ما راح تشتغل على هذا الايباد. لان يا شباب، اذا انت عندك شاحن ايفون ما تقدر انك تشحن بالايباد، الايباد صار شاحن غير والايفون صار شاحن غير. وبالنسبه للجرافيك كارد او بطاقة الرسوميات، طبعا مركبة عليه بطاقة مثل تقريبا اقوى من بطاقة الاكس بوكس 1. اوكي شباب، فمرويكم الاداء في لعبة ببجي وطريقة وشلون تفتح سرعتها يعني في فتح اللعبة. والمشكلة الثانية اللي واجهتها في الجهاز يا شباب، اللي هو يعني انا مو مواجهنا بهذا، يعني انا كنت اتمنى ان هذا الشيء يعني اقوى من الماك والماك بوك واسرع منه بكثير، بس المشكله الوحيده نظامه مغلق. فاهمين ان انت اذا انت كنت في حجره وابوابها مغلقه بهذه الطريقه، لكن نظام الاندرويد شلون اقول لك، نظام الاندرويد مفتوح، فاهمين قصدي؟ لا يعني كل شيء تقدر تسوي في النظام، لا هذا لا. فيا شباب، احنا بخليكم مع اداء الببجي. شباب نفتح لعبة ببجي. فتحت اللعبة. الحين يا شباب راح ادش اليكم تريننج ونشوف الجرافيك الخاص في اللعبة. مثل ما تشوفون يا شباب، الجرافيك الخاص في اللعبة، طبعا التصوير ما يبين ادري، لكن هذا الجرافيك مثل ما تشوفونه. بس صراحة شباب الاداء في اللعبة جدا ممتاز. اللي يسألني عن التحكم الخاص في اللعبة في الايباد، راح احط لكم رابط التحكم اللي انا مسوينه في وصف الفيديو، وبيطلع لكم بطاقة فوق على اليمين وعلى اليسار على حسب لغة الجهاز حقك. راح تطلع لك اللي هو بطاقة عشان تشوف الفيديو وتسوي نفس الطريقة اذا كانت عندك ايباد.
بالنسبة للكاميرا يا شباب، طبعا تصور 4K 30 fps وايضا 4K 60 fps. هاي الكاميرا الخلفية والامامية مثل ما تشوفون، عفوا شباب، هذه مثل ما تشوفون 4K 60 fps، على جودة تقريبا نفس جودة الايفون ماكس. فيس ايد يا شباب يفتح من كل الجهات. طبعا الكاميرا هذه يا شباب كلش ما تبين، هذه الكاميرا هني موجودة. الفيس ايد يفتح اذا كان الايباد مثل ما تشوفون بالطول، حال ان التلفون صاير في وجهي فما يفتح بسرعة. هاي بالعرض، نغلق الجهاز. اوكي ايوه، ها شوف شباب فتح. اختصار مفيد يا شباب ان هذا الايباد يفتح من كل الجهات، لان ناس تستخدمه بالطول وناس تستخدمه بالعرض، فيفتح من كل الجهات. اوكي شباب، فهذا الايباد اتمنى اللي مشتري انه يعطيني انطباعه. طبعا من المشاكل اللي واجهتها انه يعني انا كنت اريد القلم الخاص فيها، بس سعره جدا غالي مو رخيص، يعني حوالي 60 الى 600 ريال سعودي، 60 دينار بحريني او 600 ريال سعودي. فالقلم الخاص فيها جدا غالي. ومن المشاكل بعد الناس اللي مشتري الايباد برو الجيل القديم اللي هو مو هذا اللي اقدم منه، اللي بعدين حبت تشتري هذا القلم مال القديم ما راح يضبط وياك ويا هذا الجهاز. بس ترى القلم لازم، اذا بتاخذ هالجهاز لازم تاخذه، انا لازم باخذ القلم. وبس شباب وصلنا للختام، اتمنى تعطوني رايكم في الايباد. لا تنسوا لايك وسبسكرايب وكومنت شير، شكرا لتفاعلكم مستمر في القناه. بس يا شباب مع السلامه.